استطاع أن يعود كائن حي إلى الحياة بعد ما ظل مجمداً لمدة 24,000 عام. طبعاً هذا الاكتشاف سبب إلى ذهول علمي غريب ومخيف. من الذي قد يعمر إلى هذا العمر كله؟ والغريب في الموضوع كيف استطاع أن يحافظ على نفسه بين الجليد لمدة 24,000 عام؟ ذهب مجموعة من العلماء إلى منطقة في الشمال الشرقي في روسيا بما تسمى بسيبيريا، وتحديدا بنهر الإيزا. المهم، وانتم عارفين بفضول العلماء والشيء الذي يخليهم يكتشفوا ويعرفوا الحالات كذا، وكيف تتعرض الأجسام والأشياء لاختلاف ظواهر الحرارة، ظواهر البرودة، الرطوبة، الجو، عوامل الطبيعة وما إلى ذلك، إلى أن يكتشفوا كائن مجهري صغير جدا، كائن مجهري متعدد الخلايا. هذا الكائن ظل مجمدا مدة 24,000 عام في سيبيريا. وبعدين استخرجوا العلماء هذا الحيوان ولاحظوا أنه ينتمي إلى فصيلة الدوارات، وكان في نهر الأيزا في سيبيريا. بعد إذابة الجليد عن هذا الكائن، كان هذا الكائن الغريب قادرا على التكاثر اللاجنسي بسرعة فائقة. هذا طبعا بعد قضاء هذا الكائن آلاف السنين من الحالة في الجمود، من حالة التجمد التي أطلق عليها العلماء باسم الحيوية الخفية. أنا أعلم أن هذه النوعية من الفيديوهات قد لا تكون مثيرة لكثير من الناس، لكن هذه الحقيقة يا أصدقائي فعليا تثير الدهشة والغرابة والغموض، ولا تستطيع إلا أن تقول سبحان من خلق هذا الكون. المهم، عودة إلى الموضوع، العلماء قديما كانوا يعتقدوا بالذات لهذه الكائنات أن هذه الكائنات ممكن أن تتحمل في حالة الجمود وفي حالة أنها تجمدت، يعني ظلت في مكان بارد كذا وبيئة مناسبة باردة، تستطيع البقاء على قيد الحياة يعني كماكسيمم كأقصى حد 10 سنوات، وكان هذا الاعتقاد العلمي السائد. لكن هذا الاكتشاف الذي حدث فعليا قلب الطاولة وغير الموازين وغير المفاهيم. طبعا هذا الاكتشاف نشر في مجلة اسمها Current Biology. الاكتشاف الذي تم نشره في هذه المجلة قال: حد معرفتنا نحن كبشر الآن فهمنا عن الكون وعن الحيوانات، بالتحديد عن الحيوانات الدقيقة، وبعد هذا الاكتشاف الغريب نستطيع الآن أن نجزم أن هذه الحيوانات تستطيع أن تعيش لمئات الآلاف من السنين، هذا إن لم يكن لديها القدرة أن تعيش إلى وقت غير معلوم. بعض العلماء قالوا عنها الأبدية، لكن بالنسبة لنا كمؤمنون وكموحدون نعلم أن الأبدية لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هي تليق بالرب فقط. طبعا بالنسبة لنا كناس عاديين ممكن نقول أوكي وين المشكلة، يعني إيش بالله عليك ليش عملت ذا الفيديو، يعني أنت ما عاد فيش معك مواضيع في حياتك تتكلم عليها غير أنك تكلمني على الكائنات الدقيقة، أنا فاضي لك أنا. وأنا لن ألومك أبدا إن كنت أن تفكر بهذه الطريقة، أبدا لن ألومك، لأنه فعليا هذا الأمر يثير من الناس، يثير فعليا الناس العميقة والناس التي لديها خيال واسع، الناس التي فعليا تجد من الأشياء البسيطة قمة في العمق وقمة في المعاني وقمة من الحياة، يستطيع أن يعيش حياة كاملة من شيء بسيط جدا. فمثلا وكالة اسمها Associated Press للأنباء للأخبار وما إلى ذلك، في واحد اسمه ستاش ملافين، هذا طبعا من المعهد الروسي. هذا الرجل انظروا إلى العمق التفكيري الذي فعليا ذهب به. قال هذا الرجل عن كيفية بقاء هذا الكائن لمدة 24,000 سنة، قال هذا الرجل: الفكرة هنا أنه يمكن تجميد كائن متعدد الخلايا لعدة سنين، وهنا عدة سنين أنا آسف لاستخدام كلمة عدة سنين، المقصد آلاف السنين، ومن ثم إعادة هذا الكائن للحياة. تخيل يعني أن تأخذك كذا وأحطك بين جليد 24,000 سنة. أنا أعرف أن هذا الكائن بدائي وأن الخلايا التي تحتويه أنت كإنسان لا يحتويه جسم هذا الكائن الخفي، هذا الكائن الدقيق. لكن فعليا صدقني عزيزي المشاهد، حسب رؤية هذا الرجل الذي يسمى ستاش ملافن، إن ما يحدث هذا ما هو إلا حلم وغاية وخيال العديد من المؤلفين والفنانون وكتاب الروايات الخيالية. ما هذا؟ 24,000 سنة في حالة تجمد ثم تعود للحياة؟ طبعا قالوا مجموعة من العلماء أن هذا الكلام بداية جميلة جدا لاكتشاف أشياء ما كنا نظن نحن كبشر أنها فعليا ممكن أن تحصل، بالإضافة أن هناك حاجة أعمق وأكبر إلى مزيد من البحث، وأيضا معرفية كيفية التعامل، وأيضا معرفة كيفية تحقيق هذا الإنجاز. وهنا تكمن المفاجأة، إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها أن يحافظ على كائن لمدة يعني سنين طويلة، نحن نتحدث الآن
الآن يعني هذا الكائن أثبت أنه 24,000 عام، ربما هذا الكائن لو تم اكتشافه بعد 24,000 عام أخرى من الآن فسنصل يعني نحن الآن إلى كم؟ إلى 48,000 عام، وربما سيستطيع أن ينشأ بنفس الطريقة. ربما لو أتينا لاكتشافه بعد 100,000 عام ستكون نفس النتيجة، وهذا ما تم اقتراحه من بعض العلماء. فقال بعض العلماء، فلماذا نحن كبشر لا نضع فرضية احتمالية أننا نستطيع أن نحقق ذلك بالنسبة لنا كبشر؟ نحن نعلم أن هذا ربما يكون جنونا في هذا الزمن، ربما يكون شيء غبي، لكن ربما ما اكتشفه أينشتاين وماكس بلانك والعلماء الذين غيروا العالم، ربما لو تكلم ذلك في زمانه قبل اكتشاف ذلك الشيء لقالوا عنه مجنونا ولقالوا عنه أشياء غبية. أينشتاين عندما كان صغيرا قال أريد أن أركب على الضوء، فكان أول رجل تجرأ أن يصف الضوء ويفسر الضوء، ويستطيع بكل جرأة أن يفسر الشمس ويكتشف ظواهر ويحدد سرعة الضوء ويأتي بالفيزياء الغريبة التي نعرفها اليوم، النسبية العامة، النسبية الخاصة، اختراعات الطاقة، وتم بعدها تصنيع أسلحة مخيفة مرعبة بسبب القوانين التي وضعها أينشتاين. أيضا بذلك استطاعوا أن يولدوا الطاقة الغريبة المخيفة التي نعيش بها اليوم. عشرات الدول الآن تستخدم الكهرباء وتستنزف كمية هائلة جدا من الطاقة بسبب هذه الاختراعات الغريبة التي كان الناس في زمانهم يظنون أن هذا هراء وهذا جنون. فلماذا لا؟ بنفس هذه الدعوة وبنفس هذه الارجيومنت كان العلماء يتحدثون بشغف عن كيفية أن نجعل من الإنسان قادرا عن فعل هذا الشيء الذي تفعله هذه الحيوانات يعني. وحد الآن هذه مجرد استفسارات، ولحد الآن هذه مجرد أسئلة تطرح. المهم، بعد استخدام الكربون المشع لمعرفة العمر الحقيقي لهذا الكائن، والذي تمت ملاحظة أن عمره بعد ذلك 23,960 عام، وما بين 24,485 عام، يعني بين هذا وهذا. طبعا هذه الكائنات الدقيقة من فصيلة الدوارات وتعيش في بيئة المياه العذبة حول العالم. طبعا هذا الكائن بعد الاختبارات الدقيقة التي عملها العلماء عنه لاحظ أنه لديه قدرة غريبة جدا وشديدة على مقاومة الصعوبات والظواهر الكونية ما إذا حدثت على الأرض. احتمال نجاة هذا الكائن عجيبة جدا ورهيبة ورائعة. أيضا نيويورك تايمز تكلمت عن هذا الكائن، قالت هذا الكائن واحد من أكثر الكائنات المقاومة للإشعاع على وجه الأرض. الأكسجين، نقص الغذاء، الجوع يعني، الحموضة العالية، الجفاف في الأرض، هذه الأشياء والمفاهيم والمصطلحات لا تفرق بالنسبة لهذا الكائن أبدا، فيستطيع الصمود خلال كل هذا ويستطيع أن ينجو. بالإضافة إلى أن هناك أيضا كائنات تستطيع أن تنجو لسنين كثيرة، لكن هذا الاكتشاف فعليا فتح الأفق لعلماء بأن يتجرؤوا في الأبحاث ويبحثوا عن أشياء ممكن فعليا أن تؤثر على الإنسان شخصيا من خلال مسيرته وحياته على كوكب الأرض. لا أطلب منك أن تتفق معي ولا أن تختلف معي، إنما هذا الفيديو كان للمتعة وللاستفادة. إلى نراك في فيديو آخر، وببساطة شديدة إن تحب أنت هذا النوع من الفيديوهات تشترك في قناتي وتدعمني، والسلام علينا وعليكم.